السلام عليكم ورحمة الله تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد من فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية مع شفاء. Dans cette nouvelle vidéo, on va commencer un autre paragraphe. Nous dirons un autre paragraphe. On va enchaîner plutôt avec un autre paragraphe. يدر على les droits, le droit à l'éducation. يعني الحق في التمدرس ولا الحق في مواصلة الدراسة. وهذا أبين نكتبوه les parents. باش نقول لهم بلي لازم عليكم تخلوا ولادكم يقراو، ما تفرسيهمش يكملوا يحبسوا القرايه ويديروا حاجه واحده اخرى على بلاص. دونك نكملوا مع بعض في هذا لا سيري اللي بديناها ديجا وفيها بزاف لي برودكسيون اكريت. طيب دونك نبداو مع بعض باش ما تكونش الفيديو طويله. شيخ بارون، نداء الى الاولياء. شيخ بارون، جو فو لونس ان ابيل فور. هذيكم حطوها. Nous avons tous le droit d'étudier. Lana kulluna al-haqq fi ad-dirasa. Ensemble, soutenons l'accès à l'éducation. Lazem ma ba'd ma'akom entouma ya les parents. Lazem on va soutenir l'accès à l'éducation. Lazem nchajjou dukhoul al-haqq fi at-tamaddus. Et encourageons l'apprentissage pour tous. Lazem nchajjou kalimat at-ta'allum at-ta'allum li al-jami'. L'éducation est un droit fondamental. يعني الترب في التربية. التعليم هو حق أساسي qui permet à chacun de développer son potentiel et de réaliser ses rêves. تسمح يعني التعلم يسمح بكل شخص أن يطور من قدراته قوته الذهنية bien sûr ويحقق أهدافه. Peu importe notre origine. مهما يكون أصلنا ميخي الأصل تاعنا لي زوريجين نوتخ سيتياسيون فينونسيير يعني مستوانا ولا حالتنا الاقتصادية فقير غني إتسيتيرا أو نوتخ جونغ يعني فام ولا أوم في ولا غارسون نو ميغيتون توس دافواغ لا بوسيبيليتي ديتيدي نحن نمتلك الحق كلنا عندنا الإمكانية بأننا ندرس. ليدوكاسيون هذا هما لي زارغومون. L'éducation ouvre les portes. تفتح لنا الأبواب أولا. ثانيا élargit nos horizons. هذا هما لي زارغومون يعني توسع لنا الآفاق. Les horizons ou l'afaq. Et nous donne les outils pour construire un avenir meilleur. وتعطينا هكا لي زوتي يعني لي موايان باش نبنيو مستقبل أفضل. الانسان يقرا اللي ما يقرا بيان سور ما يقراش ماشي كيف كيف. ال رونفورس كون ال هي ليدوكاسيون يعني التعليم. الانسان كي يروح يتعلم يروح يقرا رونفورس نو كومبيتونس يعني تقوي لنا من قدراتنا القدره تاعنا. الانسان كي يروح يقرا باغ اكزومبل نمدكم مثال بسيط. واحد يروح يقرا على المات يقرا على المات يقرا 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 يبدا عنده ذكاء. هذاك الذكاء يسمح له بلوتار يخترع روبو. معناتها راهو ديفلوبا لي كومبيتونس. نوري نوتر كوريوزيتي يعني تغذي لنا فضولنا. كامل عندنا الفضول للتعلم ولمعرفة الأشياء باش نديكوري ثاني دي شوز. أبا التعلم هو اللي ساهم في هذا. إي نو بيرمي دو كونتريبيي بوزيتيفمون على سوسيتي ويتسمح لنا يعني ليدوكاسيون تسمح لنا بالمساهمة بطريقة إيجابية في مجتمعنا. يعني واحد يولي بريزيدون واحد يولي استاذ واحد يولي انجينيور هكا راحين اون فوا كونستروير نوتر سوسيتي بفضل ماذا بفضل ليدوكاسيون. انجاجون نو ا بروموفوار لاكسي ا ليدوكاسيون بور توس. لازم بنايا نديرو امر بلوتو لامبيراتيف لازم نديرو لاكسي ليدوكاسيون كامل الناس. انكوراجون لي جون ا بورسويفر لورز ايتود. لازم نونكوراجيو لي جون نشجعوهم باش يكملوا لي زيشو تاعو مش نقولوا له لي قرا ما دار والو لازم تروح دير تجاره اختك ايتترا. سوتونون لي زينيسياتيف ايدوكاتيف يعني لي واحد يكون عنده مبادره علميه تعلميه لازم نحفزوه. اي بليدون اون فافور دو بوليتيك لازم علينا نديرو بليدون جاي من كلمه بليدواي يعني لازم علينا نلقاو دي زارغومون ولازم نشجعو نكونوا اون فافور دو اون فافور دو يعني لي صالح السياسات غرانديسون كي غارانتيس ليغاليتي التي تضمن
المساواة في فرص التعلم للجميع. For example, هذه الدولة راهي تدعم لهذيك المنطقة ولا البلدية ولا الولاية، راهي دايرة جمعيات تسمح للناس كامل من كافة الأعمار ومن كافة الأجناس، يعني كبير صغير، امرأة راجل، طفلة صغيرة، طفل، عجوزة، شيخ، كامل سمحت لهم يقراوا ووفرت لهم. معناتها حنايا لازم ندعموا هذوك الجمعيات. شاك بيرسون ميريت اون شانس دابخوند، كل شخص يستاهل يستحق اون شانس فرصة للتعلم، دو غرونديغ يعني باش يكبر في عقله، باش ينمي معلوماته، اي دو رياليزي سي اسبيراسيون، يحقق اهدافه وطموحاته. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'éducation soit accessible à tous. لازم علينا نديرو اليد في اليد، main dans la main، باش تكون l'éducation ممكنة للجميع. Sans discrimination، بدون تفرقة، ni obstacle، وبدون حواجز. Soutenons le droit à l'éducation، لنحمي ولندافع على الحق في التعلم. Encourageons l'apprentissage pour tous، و اللي نشجع التعلم للجميع. Ensemble مع بعض، nous pouvons changer des vies grâce à l'éducation. نستطيع أن نغير بزاف حياه تاع الناس بفضل ماذا؟ بفضل التعلم. لحقنا لافان تاع الفيديو، ما كانتش طويله بزاف، يا ابوبري 6 دقائق. نقول لكم ان شاء الله تكون فادتكم، كونوا فيها كلمات فادوكم كونوا استفدتوا منهم وحفظتوهم، ديروهم في الباراغراف تاعكم. سينو اذا تلاقيتوا بهم في الاكزامان ولا في السوجي تاع الباك، تكونوا ان شاء الله جازوا عليكم وعرفتوهم وفهمتوهم مع شفا. دونك جو فودي اون ايت اريفي على لا فين دو لا فيديو. او ريفوار، اي اتوندي موا دون لا فيديو بروشين ان شاء الله. او ريفوار.